لا شكرا على اللايك. نور بوجوه. شو الكركبي؟ وين ابو عزب؟ شافت يا ابو عزب؟ ابو عزب؟ ابو بطيخ؟ ايش بقول له؟ ايش هالكركبي؟ بزل طول بالك، بس علق. يا شو هاد؟ خراب عمل البيت. بسم الله نعم الوكيل. كيف حل نمره؟ قوم طبي قوم. قوم ابو عزاب قوم بقول لك قوم طبي الاغراض قوم. خي طبي قوم شيل قهوه قال شيء شيل ارجيله قوم. قوم شيل من الارض. الاغراض الدنيا كلها شيلها قوم. ايه ولو فهمنا بس دقيقة. في واحد معلقنا بس رد عليه. طلع هلا انا راح اقوم اشيل فنجين قهوه واغسلهم وارجع، بتكون انت مطبق الغرفه كلها، ماشي؟ ماشي؟ ايه خلاص ماشي. يلا بنشوف ده. يا اخ. بسرعه جايك. اكسر واشنطن. اكسر واشنطن. بس ولو لك قوم طبي قوم قوم، انا قلت لك ما تعرفش بكون تجي طبات الاغراض. خلص انا بقوم هلا بقوم طول بالك بس هيا مو قلت لك بس هيا بس خلينا ارد على التعليق. خلصت جري وانت سامع شلتون. هاد هاد تركي هاد هاد احسن عم تركي يعني خلصان الفحم ما بيطلع دخل هيك صح فكر حالك عم تركي فاضي الارجيله عم تركي يعني اساس طلع عم تنبلي طلع طلع انا رح شيل الارجيله لما اوديها احطها هونيك تكون طباتها. ماشي يا ولو لك انا قلت لك شيل الغراض ليش هلا ما عم تشيلون؟ بس ضل دقيقة واحدة بس صار 10 ساعات عم تقلي دقيقة صار 10 ساعات عم تقلي دقيقة شلت البيت كله عم تقلي دقيقة بس طول بالك ايش بقول له؟ لك قوم شيل قوم شمال عن الصبر مفتاح الفرج رح طبق الطاولة تكون طبقت الأرض بدي اياها ماشي طالع لسه لسه جاكيتك ما شلته؟ شلت الطاولات التسعة ما شلته؟ لك ليش ما عم تطبق؟ بس يا طول بالك عم لك طول بالك ايوه طول بالك اللهم اجيبك يا طولة البال لك طبات الغراب شلت القهوة طبات الطاولات لسه عم طول بالك؟ طول بالك بس مني علينا خلص طلع علي رح اشيل اللابتوب رح اجي اشوف شيلك جاكيت شيل الغراب ها ما ضل عندك غير جاكيتك ما ضل غير جاكيتك تشيله وتشيل المخدة من الارض ماشي بس رح اشيل اللابتوب من الارض اضب الغراب لا شوف ارجع اشوفك ساعتها هون ماشي قوم حط هي وراك قوم طبقت البيت كله سعبير بدقيقتك ما خلصت قوم طب شيل جيل حط مخده وراك ماشي لهولي وبس ابو عزام انا ما اتحملك لهولي وبس من وقت ما اجي اقول لي دقيقه ما تخلص دقيقه بس عم بحكي معك ايه بس يا طول عم بحكي معك عم بحكي معك ما عم تفهم انت ما عم تفهم حيوان.